بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم وأتقبل الله صيامكم وأعمالكم إخواني الكرام. نبدأ دائما بحمد الله تعالى والصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم الضيف الدائم للبرنامج سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. سماحة السيد السلام عليكم وتقبل الله أعمالكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تقبل الله أعمالكم وطاعاتكم إن شاء الله تعالى. اللهم آمين أجمعين. إن شاء الله سمحت السيد، إن شاء الله بعد 10 دقائق إلى ربع ساعة من الآن نبدأ باستقبال مشاركاتكم إخواني الكرام أخواتي الكريمات من خلال الأرقام اللي راح تظهر أسفل الشاشة بإذن الله تعالى. ونحن اليوم في صدد الحديث عن ليلة القدر، ولكن بإمكانكم أيضا أن تطرحون أسئلة عامة مرتبطة بشهر رمضان أو أسئلة فقهية بشكل عام أو أسئلة أخلاقية. سماحة السيد نكمل أسئلة ونروح فاصل. سماحة السيد، ليلة القدر من أعظم الليالي، بل ربما تكون أعظمها. أساسا أسأل جنابكم بداية، ما هي ليلة القدر؟ بعدين نتحدث عن فضلها. ما هي ليلة القدر أساسا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد. واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. في الوقت الحال، ليلة القدر كما في روايات عديدة هي يوم التقدير، تقدير الأعمال وتقدير الأرزاق وتقدير الآجال وتقدير شؤون الناس. نعم. ولماذا رب العالمين جعل هذه في ليلة واحدة أو في أمر القرآن؟ لا. هذا في واقع الحال الله أراد ذلك، حيث ورد في سورة القدر بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ثم يسأل مستعظما: وما أدراك ما ليلة القدر؟ سورة كاملة عن هذه الليلة العظيمة. احنا اذا تسمح لنا سمحت السيد راح نتوقف مع فاصل لمعالجة خلل فني بسيط ان شاء الله، ونستكمل مع حضرتك الإجابة على هذا الموضوع المهم بإذن الله تعالى بعد إذنكم. فاصل قصير إخواني الكرام، بعدها نرجع، خليكم ويانا. عليكم السلام. لا قوي، ما عندي مشكلة. شو رأيك أستاذ عبد الله؟ شو رأيك الصحة؟ كيف صوتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كل ما بسم الله الرحمن الرحيم. ها أصل الأمور تمام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم مرة أخرى إخواني الكرام. نكمل معكم. نكرر اعتذارنا سماحة السيد، تفضل. في واقع الحال هناك آيات كريمة فيما يرتبط بمسألة ليلة القدر ونزول القرآن العظيم، حيث ورد في سورة القدر كما بينت قبل الفاصل أن الله سبحانه وتعالى يبين على أنه تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربها من كل أمر، بإذن ربها من كل أمر، كأنما الأمور التي تتنزل الملائكة بها مع الروح طبيعة الحال وهو جبرائيل، نعم، يتنزلون هؤلاء بكل أمر إلى مطلع الفجر كما في الآية. وكذلك في سورة الدخان بسم الله الرحمن الرحيم،
حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. يفرق فيها كل أمر، يعني كل شيء يقرر. نعم. قدر من باب التقرير والتقدير، وحسب تعبير التعيين الأمور للخلق وللكون وللبشر. ولذلك لا بد الإنسان أن يستغل هذه الليلة في التعرض إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. هي الليلة التي نزل فيها القرآن، بل بتصريح الآية إنا أنزلناه. هناك إنزال وهناك تنزيل، بل تنزيل شيء آخر. تنزيل هو التدريجي الذي في وقت، طبعا هناك تنزيلان للقرآن، تنزيل دفعي وتنزيل تدريجي. النزول الدفعي الذي مرة واحدة نزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله هو ليلة القدر اللي أشارت إليها السورة، و أيضا سورة الدخان. وطبعا يستحب هذه الليلة قراءة سورة الدخان مع العنكبوت والروم. وهذه في واقع الحال النزول الدفعي هو هذا، نزول تدريجي بحسب الوقائع وحسب الحالات التي كانت تستدعي إنزال آية من الكتاب العزيز. لذلك هناك آيات في القرآن تدل على أنه يا رسول الله أنت تعرف القرآن كله فلا تستعجل، هكذا الآية. أنا لا أريد أن أعبر أنه الله قال، أقول ولا تعجل به لسانك، وكأنما لا تذكر الأمور إلا أن يوحى لك، هذا معنى الآية طبيعة الحال. كل ذلك يدل على أنه ليلة القدر ليلة مفصلية بكل معنى الكلمة. بكل معنى الكلمة، وهذا يجعل مفصليتها إن صح التعبير وميزتها عدة أمور. الأمر الأول أن هذه الليلة كل عمل يعمله الإنسان منذ غروب الشمس إلى طلوع الفجر، كل عمل يعمله الإنسان إنما يكون كمن عمل ذلك خلال ألف عام بل أكثر، ألف شهر بل أكثر. ألف شهر بل أكثر، وهذا في واقع الحال يعطي بركة كبيرة لهذه الليلة. من صلى مثل في هذه الليلة ركعتين كمن صلى لثلاثة وثمانين سنة لله سبحانه وتعالى. من تصدق في هذه الليلة بدرهم كأنما تصدق لثلاثة وثمانين شهرا. لماذا أقول ثلاثة وثمانين؟ لأن 83 سنة سيدنا، بل 83 سنة. لأنه 1000 شهر تقسم على 12 تقريبا 83 سنة من عمر، عمر كامل، كأنه عمر كامل بالعبادة الإنسانية. أحسنتم. فكل عمل صالح هذه، والعكس بالعكس، عندما الإنسان يعصي الله يفرط في شيء، هذا في الواقع سيكون عليه من الوزر الشديد. وأنا بينت في مجمل محاضرات مختلفة أنه الحرمة للمكان أو الحرمة للزمان تجعل المكان ذا شرافة في العمل. وفي نفس الوقت إذا أصل الإنسان فيها ربه في ذلك المكان الشريف والزمان الشريف فستتضاعف سيئاته وعقوبته. مثل واحد يجي يعصي الله في الكعبة الشريفة أو في بيت الله الحرام، أو يعصي الله سبحانه وتعالى في مسجد الكوفة، المكان الشريف تعظم العبادة فيه وتعظم المعصية فيه. فلذلك الإنسان لابد أن يلتفت. الأمر الثاني الذي يتميز أو تتميز ليلة القدر غير على حال تضاعف الأعمال وأنواع، هي في واقع الحال عمل يستجاب فيها الدعاء، ليلة يستجاب فيها الدعاء. رب العالمين يفتح السماء في مثل ليلة القدر حتى يتقبل من عباده التوبة من العاصين والحاجة من الطالبين والمسألة من السائلين وهكذا.
فلذلك نجد أن روايات تنقل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله في مثل هذه الليلة لم يعرف طعم النوم، وبل في روايات أنه 10 الأيام الأخيرة من شهر رمضان كان يطوي رسول الله فراشه بعد مو مكان نوم بعد، وهذا كله تثمينا وتعظيما لمثل هذه الأيام المباركة. أيضا سيدنا يقدر ما سيصيب الإنسان خلال العام المقبل في هذه الليلة؟ نعم نعم، تقديرات الإنسان قلت في رزقه، إيش كذا الله سبحانه وتعالى يرزقه، إيش كذا الله سبحانه وتعالى يعافيه، إيش كذا الله سبحانه وتعالى يعطيه ذرية، إيش كذا الله سبحانه وتعالى يعطيه توفيقات عمل صالح، هاي كلها تقدر. واحد يقول يعني شلون سيدنا الله يقدر هالأمور على أي أساس؟ كما يقدر الفلاح، شوف شو التمثيل عليه حال بسيط، ولكن لا أريد أن أبسط أمر الله، ولكن حتى الأذهان شنو؟ نعم، حتى الأذهان تستأنس. كما يقدر الفلاح المحصول من الزرع، ويقدر الفلاح من نتاج الأرض التي لم تزرع. تقول له حجي هاي القاع إذا أزرعها حنطة شقيت تنطيني؟ راح يشوف الأرض يقول سيدنا هاي أرض رملية، هاي بها أملاح، هذه كذا. يقول له ما يقول؟ نعم، خبراء يقولون. وإذا أرض ما شاء الله خصبة ولطيفة يقول هذه كذا طن من الحنطة. رب العالمين بحسب الإنسان يقدر أموره، إن كان سيء الذات والسريرة، كان شقي النفس عليه حال والروح، رب العالمين عليه حال يعطيه كما هو. فلذلك أيها الأصدقاء، أنا الذي رجاء أنا الذي أحدد لله، سواحي يقول شو تحدد لله؟ هي هالشكل أنا أحدد لله كيف يتصرف معي. هاي راد لها وقفة شوية سيدنا، يعني الله سبحانه وتعالى يتصرف معنا أو ما يتصرف معنا؟ نعم. شلون يتصرف معنا؟ بناء على أعمالنا. بناء على أنا أحدد رب العالمين ينظر إلي لو ما ينظر إلي، يرحمني لو ما يرحمني، ينطيني لو ما ينطيني، يطول عمري لو ما يطول عمري. أنا لذلك إذا وصلت رحمي رب العالمين راح يطول عمري، لأن صلة الرحم من سأت للعمر كما تقول الزهراء صلى الله عليه وسلم. إذا أريد رزق، أعرف أن طريق الرزق 1 2 3 أروح أسويها، فأنا الذي أحدد لله أنواع. إذا واحد يقول هذا الجرأة على الله أن تقول تتحدد لله، الله عدله هذا، عدله إنصافه هذا أن ينطيك بمقدار ما تستحق، هو كتب على نفسه أن يجازيك بالعدل ويمنعك بمقدار ما أنت تمنع نفسك. هذا العدل الإلهي. نعم. عدل الإلهي مو أن ينطي كل الناس شنو سواسية سواميس، هذا مو عدل إلهي. يعني الذي يعمل الصالحات والذي يعمل المادل الطالحات، رب العالمين يقول لا، أنا بقدركم أنتم، لذلك ماكو بخس وماكو ظلم مني، أنتم وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم. شوفوا، أعتقد هواية حسب تعبيرنا فكرة تستحق التأمل في مثل هذه الليلة. نعم. تستحق التأمل أنه أنا شلون أقدر أخلي رب العالمين يغير. جاء واحد لأحد، أعتقد لأحد العلماء، قال له رب العالمين وياي حسب تعبيره وياي جار عكس. قال رب العالمين جار عكس ويا واحد؟ قال ايه رب العالمين ما ادري وياي ليش هيك، شو اخويا هذا بالسوق جوارين خوش يشتغلون، انا ما ادري ليش. قال رب العالمين عليها لا عنده قرابه ويا احد ولا عنده عداوه ويا احد، رب العالمين رب العباد جميعا وهم عياله، ولكن رب العالمين عنده سنه وقانون، قانون كما تكونوا حيثما كنتم كما علي حال تشاؤون تكون الأمور لكم، شلون تريد تصير لك. طيب سيدنا، أحيانا الناس متقين وصالحين ولكن شوف حالهم عسير وفقر وابتلاءات. أحسنتم، جميل، سؤال لطيف. شوفوا بعض الأحيان إحنا في واقع الحال
نكون في طاعة الله تعالى بشكل، هل أن طاعتي لله تستدعي أن الله سبحانه وتعالى يغدق علي رزقه؟ هنا المصلحة هي التي تحكم. شنو المصلحة؟ المصلحة مصلحتي أنا جاي أتكلم عن نفسي، مصلحتي أن الله يغدق علي لو يقتر علي. كما في القرآن الكريم أن بعض الأقوام الله شنو يمدهم مدا يطويهم حتى شنو، حتى يستدرجهم. بعض الأقوام لا يقتر عليهم رزقهم حتى شنو، حتى يصبروا، حتى ترفع درجاتهم، حتى يمتحنوا ويفتتنوا، رفع الدرجات أيضا وزيادة أجر بلا أشكال. شو أنبياء كلهم وضعهم تعبان من ناحية المادية والناحية الكذائية باستثناء نبي الله سليمان. الكل ليش؟ هذا دأب الله سبحانه وتعالى على أنه هذه الدنيا لا أريدها إلا معبرا وعلى حال ممرا، وأولياء لا أريدهم أن يكونوا عبدة الدنيا ويلتصقون بالدنيا. هذه في واقع الحال نظرية الله سبحانه وتعالى لعباده. أحد الأعمال ما نتحدث عنها كثيرا لأن هي موجودة في كتب الأدعية والزيارات سيدنا أعمال ليلة القدر، في مفاتيح الجنان، في ضياء الصالحين، في بقية الكتب. لو تحبون تحدثون عن الأعمال سيدنا. لا، أعمال في واقع الحال الآن ما شاء الله متاحة كثيرة، في التطبيقات، في علي حال صفحات، في قنوات جاءت تبث الأعمال الأساسية في مثل هذه الليلة. أعتقد أكو عمل ما جاي يركزون عليه. العمل اللي ما جاي يركزون عليه الإخوان اللي على حال يعملون في هذا المجال، يعني يركزون على الصلاة ورفع القرآن وقراءة السور الثلاث وقراءة قراءة سورة القدر ألف مرة جوشا كبير. هذه كلها على رأسي وأنا أسويها إن شاء الله. بس أكو شيء آخر، وهو في واقع الحال عندنا روايات من أعمال ليلة القدر مذاكرة العلم، من خير الأعمال أحيانا. مذاكرة يعني شو مذاكرة؟ يعني تتعلم شيء. لو تروح عالم يعلمك، لو تستمع لك محاضرة، لو تقرأ لك تفسير آية، لو تستمع إلى محاضرة في تفسير القرآن، يعني تتزود علما. هذه أيضا واردة في روايات، حتى لو كان علم الدراسة سيدنا. بلي حتى لو، ولكن عموما أن يكون علما يقرب إلى الله، يقربك إلى الله وتزكية نفسك، هذا أمر طيب. والصدقة، صدقة هالليلة كلش مهمة، نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا إليها. اللهم آمين. سؤالنا الأخير قبل أن ندخل إلى الاتصالات سيدنا، لماذا أخفى الله هذه الليلة بين الليالي الثلاث، يعني المتوقعة ليلة 19، ليلة 21، ليلة 23؟ في الواقع سئل الإمام، أعتقد أنه ليش الله سبحانه، الإمام قال له ما أيسر ما تدعو في ليلتين. يعني أنت الآن أمام فرصة ذهبية لتحقيق أمانيك وتحقيق مراداتك، فشنو المشكلة أن ثلاث ليالي تقعد أنت تطلب هالأشياء؟ أولا تزداد قرب إلى الله، ثانيا أنه على حال الإنسان لي يتصور أنه ما كانت ليلة القدر فاتته. وإذا مثلا لو أنا علمت ليلة القدر ليلة 19 مثلا وراحت علي، فما راح شنو، ما راح أحاول أنه أكرر اللقاء بالله سبحانه وتعالى بالطريقة التي ينبغي. إن ثلاثة الليالي عظيمة سيدنا، الليالي بلا إشكال ثلاث ليالي عظيمة. هناك روايات أربع ليالي، ليلة 27 أكو كلام عند غيرنا طبيعة ليست مدرسة أهل البيت، ولكن ثلاث ليالي في واقع الحال الإنسان أن يجدد لقاء بالله سبحانه وتعالى ويطرح مطالبه وحسب تعبير ورقة العمل اللي عنده. هذه أنا أعتقد في الواقع أقرب الحال. الروايات أي ليلة من هذه الليالي؟ كما ورد في بعض الروايات وورد في بعض استفتاءات الأعلام المراجع على طول المسيرة، على طول التاريخ. نعم. الأعلام يعني يرجح ليلة 23 اللي هي ليلة هذه الليلة. ومن حسن حظنا هذا العام، من حسن حظنا أن كل الفقهاء متفقون على شهر رمضان، يعني ماكو
واحد يقول يا عند الفقيه الفلاني الليلة 23 عند فقيه آخر ليلة 22، لا أكو اتفاق، وهذا الاتفاق يجعل الأمر إن شاء الله تعالى أسهل. إذن نطلب من جنابكم سيدنا الدعاء وأن لا تنسونا في أعمالكم، وكذلك الله يحفظكم. لا هذا خلي بين، لا ما دام بشيء أقل من 10 ثواني، شوف أخواني أن تدعو لأخيك المؤمن في ظهر الغيب، الله سبحانه وتعالى يسخر من الملائكة أن قاعدين ذول الملائكة شو شغلهم، اللي تدعو لإخوانك هو يقول يا رب اعطه مثله، اعطه مثله، يعني تحصل دبل بمن بلسان لم تعصي الله، لم يعصى الله به لسان الملائكة، توان تحصل لك ناس يدعو لك وهم غير عصاة. أحسنتم سيدنا. إذن أيضا حضراتكم إخواننا الكرام أخواتنا الكريمات، لا تنسونا في دعائكم في الزيارة أيضا هذه الليلة المباركة. أنا مرتضى ومن نحب إن شاء الله، وسماحة السيد أيضا بالنيابة عنه أنا أطلب هذا الطلب، الله يحفظكم إن شاء الله. على بركة الله نبدأ باستقبال المشاركات. أول المتصلين أم آمنة. أم آمنة أختي الكريمة تفضلي. السلام عليكم سيد. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام سيد، أني مؤمنة من الحلة، أني مرة أرملة عند بنية. نعم. لما توفى أبوها عمرها 9 أشهر. نعم. وهسه صار عمرها 22 سنة. ما شاء الله. أنا قاعدة يم أهلي، فأبوي الله يرحمه طاني يمه وبنية بيته وقعدت. نعم. وهسه بس إجا نصيبها وزوجتها. الحمد لله. اخواني كلهم معارضين انه انا جبت الولد قعدته ببيتي. بلي. زين، وانا ما عندي بس هاي البنيه. صحيح. وهسه اخواني هم 4، 2 وياي و2 ضدي. بلي. زين، وانا وهذا اللي زوجته مدرسه، وهذا اللي زوجته موظفه، ربت بذرهم وتعبت وقمت يعني الام وابوي الحمد لله والشكر بارة فيهم. الان توفى ابوي انا وياه. وأنا يعني مثل ما يقول أبو المثل، أنا إيدهم وأنا رجلهم. فسؤالك سؤالك أم آمنة، هسه هم معارضين زواجها للبنية لو شنو؟ عفوا معارضين يقعدوا وياكم؟ زوجتها البنية بس معارضين قاعدة الولد بيناتهم ببيتي، وأنا خاف عليهم بيناتهم يتكاتلون. صحيح هذا تصرفي، جبت بنتي يمي لو غلط. تمام، إن شاء الله تسمعين الجواب أم آمنة. شكرا لحضرتك على اتصالك، تفضلي. شكرا سيدي. في واقع الحال هذه قضية اجتماعية، يعني ليست قضية فقهية، ولكن هل هذا صحيح؟ يعني شو المانع أنه امرأة كل شبابها الآن، خطية كل شبابها راح بسبب تربيتها البنية هذه ورعايتها إلهم، يعني هم ساعدتهم وساعدت الآخرين، الآن تريد هذا بنتها تكون عندها وابنها يقول نسيبها يكون يمهم، وين المشكلة؟ أين الإشكال؟ أنه هذا غريب صار صهرا، الغريب قبل ما يتزوج كان غريب، الآن صار صهركم، صار عرضكم بيده، يعني مو أنه بيتكم صارت يمه. فهذا التفكير الغلط أنه والله هذا قعيدي أو هذا كذا، هذا كلام مو مال واحد متفهم ومتدين، هذا واحد على حال عرفي زايد، فما أرى بأسا في ذلك أصلا. ولكن الأمور الأخرى لابد أنه أنت تراعي مشاعرهم وتفهميهم، وإذا ولد يتزوج بنتك بعدهم يخافون على بناتهم، يخافون على عرضهم، ما أعرفه، لكن في النهاية لابد من إرضائهم بشكل أو بآخر. الله يوفقكم إن شاء الله. أحسنتم سيدنا. الأخ علي ويانا تفضل يا علي. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نيابة عن السيد. سيدنا سؤالي عندي رحمة والديك. حياكم الله. عليكم السلام. عندي والدتي توفت، مرة كبيرة توفت، لكن هي لا تصلي ولا تصوم، يعني صمت لها يجوز ما يجن 6 أو 7 أشهر لأن أنا وعيت عليهم. هاي بآخر أيامها. بآخر أيامها قامت تصلي. آخر يعني؟ أيامها ما كملت، يعني صمت، قامت بعدين تمرضت، قامت سكر عندها وماوية وما أدري شلون عافت الصلاة. نعم. أنا هسا جاي أقضى عنها صلاة. يعني يعوض هذا صلاتها، أقدر أخسر أنا عنها دوم دم لسديد. تسمع الجواب إن شاء الله. عندك سؤال آخر علي؟ سؤال الآخران منتسب. نعم.
في الحدود 10 ب10 اداوم. كل شهر 10 ايام تسافر؟ اداوم 10 ايام واستراح 10 ايام. نعم. فتسال عن صلاتك وصيامك؟ اسال عن صلاتي وعن صيامي. تمام ان شاء الله تسمع الجواب. انزل ورا الظهر، انزل قبل الظهر، يوم النزول طبعا اكون. كم سنة؟ صار لك كم سنة؟ صار لك كم سنة على هذا الوضع علي؟ صار لي هواية، صار 15 سنة تقريبا. 15 سنة ومستمر بالعمل أنت. إيه. شكرا جزيلا، تسمع الجواب إن شاء الله. سيدنا بداية الموضوع الأول، والدته توفت وهي ما مصلية بحياتها غير 6 أشهر أو صائمة يعني. ويقول ما أعرف هم آخر أيامها ما قدرت تكملهم سبب وضعها الصحي. فما عليه هو؟ يقول أنا قاعد أقضي عنها. ما عليك أصلاً، ما عليك أي شيء، واقعاً ما عليك أي شيء. هي تواجه الله سبحانه وتعالى. يوم الإنسان يقصر في عبادة لله لم يصلي له ركعتين، شنو الفائدة؟ على أي حال الله سبحانه وتعالى سيجازيها بطريقته وب على أي حال بقانونه. ولكن أنت عليك شيء أبداً، ليس عليك أي إلزام. اي الزام؟ تقول انا من يمي، من يمي اساعدها، من يم شيء ساعدها، بس هذا راح يفيدها؟ العلم عند الله، ما عندنا معلومات ولا ادله على ان الانسان يترك صلاته يجون الاخرين يصلون عنه فيفيدهم، ما عندنا. مو سيدنا هذا تقصير يعني، مو عدم ايمان بالصلاه. نعم اعرف. نعم يعني ترك الصلاه بعد ترك الصلاه على حال معصيه تقصيرا، فما عندنا دليل انه الاخر يجي يصلي عنه ورب العالمين يقول يلا ما يخالف مشي الحال، ما عندنا دليل. نقول يرجع الى الله سبحانه وتعالى، ولكن انت ليس عليك فرض في هذا المجال. طيب سيدنا بعض الناس لما يعني يتوفى ذويه من ثلث الميت يطلعون صلاه صوم حسب وصيته، هذا اني ما ثابت انه يجزن عنه؟ هذا وصيته، احنا ننفذ وصيته، بس هل هي ثابته انه ممكن تنفع في تقصيره؟ ما معلوم، ما معلوم. اذا هو اذا واقع اذا هو شوفوا اكو ناس فاتتهم الصلاه قصورا، فاتتهم الصلاه عذرا، صلاه الصبح فاتتني وانا كنت نايم فلازم اقضيها، ما صار اقضيها لاي سبب، ولكن فاتتني عذرا، فهنا في واقع الحال أولام ليش أنت ما قضيته وعندك وقت. نعم. ولكن أنت تجي لا صلاة الصبح لا ظهر لا عصر لا مغرب لا عشاء لا صوم لا كذا سنين، رب العالمين يقول أنا أدري أنا مو طلبت من عندك، وما بينت بالقرآن أنه أهل الجنة يسألون أهل النار ما سلككم في سقر، وذولاك إيش جاوبوا؟ لم نكن من المصلين. لم نكن من المصلين، هذا مو كان جواب أهل سقر؟ هذا ما جتي ما فهمتوها؟ رب العالمين عنده على حال حساب وكتاب عن الناس، ولكن ألا علي؟ لا، مو سيدنا وصى بالثلث، واجب علي أن أنفذ الوصية. أنفذ الوصية، أما ماذا يترتب عليها هل يقبل أو لا يقبل ذاك عند الله، إنما يتقبل الله من المتقين. يعني بالحديث عن القضاء سيد، انتشر فيديو هذه الأيام لأحد ما نقول المشايخ أحدهم، يقول القضاء في ليلة القدر اليوم الواحد يعدل 1000 شهر قضاء. زين تعليقكم؟ إذا كان واحد قايل هاي الكلمة أنه واحد يصلي مثلا صلاة الظهر، ربما احنا ما فاهمين الكلام صح. حتى يكون إذا ثبت أن واحد قايل هذا الكلام على أنه اللي يصلي صلاة الصبح قضاء ليلة القدر تكفي عن 83 سنة، وصلاة الظهر ليلة القدر تكفي عن 83، إذا قال هالشكل فهذا جاهل، جاهل مركب لا يفهم أنه لا يفهم. ما عندنا هالشكل شيء أصلا. أنا والله خلي نجي إحنا ليلة القدر نصلي كم ركعة عن 83 سنة 1000 شهر. نعم. إخوان فضيلة العمل شيء، فضيلة العمل شيء، والعمل شيء آخر. نعم هاي الصلاة اللي أصليها الله ينطيني بها فضائل وثواب، ولكن أنه ما كان علي من القضاء ما كان علي من الواجب يسقط؟ لا، من فاتته صلاة يجب عليه أن يقضيها. سألتم سيد، اقضي ما فاته كما فاته، وهذا علي. أما هذا اللي يقول البعض هذا اللي هو أنه ما يفهم، لا، أو أنه في واقع الحال
يخدع نفسه. ربما أنا أيضا ما انقلتها بشكل دقيق، أو هو ما كان يقصد هذا، ربما يقصد ثوابها سيدنا يكون ثواب. لا بعضه ما يفهم واقعا يعني. يتصور أنه إذا يسوي فت شو إعلامي حتى الآخرين يقول أوه هذا فت فكرة جديدة. طيب سيدنا الأخ علي أيضا سؤال الثاني كان هو منتسب في 10 أيام في مدينته وعشرة أيام في الدوام صلاة وصيامة، صار له 15 سنة. 15 سنة على هالوضعية، لأنه 10 أيام في مكان و10 أيام في بيته. في واقع الحال من جهة أنه ذاك المكان صار مقره، من جهة أنه ذاك مقره يعني مثل مدينة مثل وطن ثاني. من جهة، من جهة أخرى أنه هذا كثير سفر، كثير سفر باعتبار أنه 20 يوم هو برا بيته بس بالشهر. فنعم كثير سفر، من جهة أنه كثير سفر. شلون 20 يوم سيدنا؟ 10 بـ10. إيه نعم، شهر يصير 20 يوم برا بيته، شهر يصير 10 أيام برا بيته، يعني يتناوب. ففي واقع الحال هذا الأمر أنه لابد أن يصلي تمام ويصوم في كل أسفاره، في كل أسفاره مو إلا بمكان عمله يعني. بلي. خارج الهواء سيدنا، امرأة طلبت دعائكم، اتصلت وطلبت من حضراتكم الدعاء. إلهي بحق هذه الليلة وبحق صاحبها وبحق محمد وآل محمد، فرج عن كل مكروب، شافي كل مريض، وأطل عمره كل إنسان صالح، وارزقه الذرية الصالحة. من كان طالبا للذرية اللهم ارزقه الذرية، من كان طالبا للرزق اللهم وسع عليه رزقه، اللهم اختم أعمارنا بخير، اللهم اجعلنا من المقبولين عندك، وأرح بالنا، هذه راحة البال أهم شيء، اللهم أرح بالنا نرتاح، نريد نرتاح من هم الدنيا، يا رب أنت ريحنا. نسأل الله سبحانه وتعالى للأخت الكريم ولجميع من يسألني الدعاء هذا الدعاء. هي كأنه عندها حاجة مستعصية يعني. اللهم أخذ حاجتها. اللهم آمين. أبو يحيى تفضل يا أبو يحيى عزيزي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا بس عندي سؤال، أنا عسكري ونفل أداوم، قلت له أداوم العشرة هناك وهنا، أداوم هناك 12 يوم هنا 10، وصار لي هالحالة تقريبا 15 سنة أنا عسكري. حضرتك اللي اتصلت قبل شوية؟ لا لا ما اتصلت. ها، ف 12 يوم ب 10 أيام لو 10 ب 10 لو شنو؟ لا 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 12 دوام و10 بالبيت. واضح. عندكم سؤال سيدنا؟ ونزلت هاي ذاك برمضان هذا، نزلت يعني قبل لا اوصل انا هل بالديوانيه، قبل لا اوصل بيتي بالحله اذن الاذان، انا بقيت صايم، بس اقول شنو حكم هذا؟ كم سنه صار لك على 15 سنه؟ 15 سنه. انا بقيت صايم، بس سعر الجماعه قالوا مطلوب، لان انت ما اضطرت، حتى ما اضطرت تفضل مطلوب في هذا القضاء. تسمع الجواب ان شاء الله ابو يحيى، ولا تنسانا بدعائك هذه الليله ان شاء الله. شكرا جزيلا، تفضل سيدنا. حكم الأخ السابق يعني، أنت على حال ذاك المكان العمل هو كمقر صار عندك، ولكن هذه أيضا تعد كثير سفر، أيضا تعد كثير سفر، فصلي. وهذا صومك صحيح كان لما قبل أن تدخل إلى بلدك وتصل إلى مدينتك، حتى لو أذن فأنت تبقى على صيامك إن شاء الله تعالى. فهو بكل مكان يصلي تمام، أنت كثير سفر بحسب تعبير الأعلام. أحسنتم سيدنا. عندنا مشاركة أخرى، تفضلوا رسالة صوتية، تفضلوا. السلام عليكم، شلونك مولانا؟ سؤال بلا زحمة عليك. احنا بيتنا على طريق المشاية، والزوار كل سنة تنسى شغلات، سوع سبح ملابس وغيرها وشواحن، فهاي الغراض تبقى إذا دارت السنة عليها شو نسوي بيها؟ نتصدق بيها، نخليها، نستعملها؟ بس رد الجواب بلا زحمة عليك. تفضلوا سيدنا. في واقع الحال الأشياء التي ينساها الزوار عندنا على قسمين، أشياء ثمينة وأشياء غير ثمينة. الأشياء الثمينة كالساعات والأجهزة الموبايل والأمور الأخرى، هذه لابد أن نحافظ عليها إلى الزيارة الأخرى، ونكتب للزوار. إخواني زوار الحسين العام الماضي على حال عثرنا على بعض الأمور، من فقد شيئا فليسأل عنه، هذا من باب ليطمئن قلبي، ها، ولمدة سنة يعني زيارة بس اللي على حال تأتي التالي. نعم. والأشياء الحقيرة اللي ليس لها ثمن أو ثمنها بخس يعني،
للفقهاء يعبرون عن الأشياء الرخيصة حقيرة والأشياء الغالية خطيرة. نعم. المعاملة الحقيرة والمعاملة الخطيرة مصطلحات. أحسنت مصطلح. يعني أشياء اللي ما لها ثمن والله جوارب ناسية هاي سبحة ربع دينار أو أنه مثلا مولانا قلم 100 دينار أو أنه شيء من هذا القبيل هذه يتصدق بها عن صاحبها نعطيه للفقراء عن أصحابها. أحسنتم سيدنا. رسالة صوتية أخرى أو مشاركة أو اتصال. نعم أبو عدنان عزيزي تفضل. ألو السلام عليكم سيدنا العزيز. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. بلا زحمة أنا بغداد ساكن وعندي ذاع ورثة بالنعمانة تبعد مسافة 140 كيلو كل شهر أروح عن صلاتي يعني بيها قصور تمام يعني ذاع ورثة وأصلة يعني كل شهر تقريبا أروح لها قبل يوم يعني وأرجع العصر من النعمانة يوم واحد ها مولاي تروح يوم واحد مسقط يعني أنا قلت شيء قاعد لو أبات لو ما أبات لا الكترة لا ما أبات مولاي مسقط راسك النعمانية وين مسقط راسك وين أبو عدنان مسقط راسي يعني بداية أنا من صغري 2012 بالنعمانية ما عرفت واصل بالنعمانية و 2012 شلت البغداد أي أدري أنت من عفت النعمانية عفتها على أساس ما ترجع تعيش وياها عرضت عنها أعراض عنها انا ماني عايش ببغداد عايش بس جاي قاعد ايش ورا لازم اصلى عندي 7 دوام اصلى يعني مولاي كل شهر يعني اصحى وارجع مثل واضح حياك تمام ان شاء الله تسمع الجواب ابو عدنان شكرا جزيلا حياك الله علي ويانا تفضل يا علي تفضل علي عليكم سيدنا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته لا حول ولا قوه الا بالله سيدنا انا عسكري ادام قاعد في سبايكر هذه الناس اليوم يطلعون نعم من اروح بالطريق انا صار تقريبا 8 اشهر بالقاعده مال تسباك اللي نقلت عليها بس مكاني تقريبا ثابت يعني ما نقل بعد غير مكان ما عندنا غير مكان مقر سبايكر نعم سالت شيخي قال لي انت من تروح بالبيت انت كثير السفر تروح وترجع ذيك انا اروح وارجع يعني سفره واحده بالشهر 15 ب 15 دوام طيب كمل علي دوام 15 ب 15 يقول لي أنت يعتبر كثير السفر لأنه أنت الوطن الثاني مالت الدوام ما باقي بيه سنتين زين فأنت صار لك 8 أشهر وتقول راح أنا مستمر بعمل هناك يعني إيه يعني أنا 8 أشهر أنت أنت داوم بكركوك ونقلك لسبايكا تمام عندكم سؤال سيدنا شكرا علي تسمع الجواب إن شاء الله تحياتي لحضرتك خلينا نجاوب علي وبعدين نرجع لأبو عدنان تفضل سيدنا هو هذا الأخ العسكري أخوي أنت في واقع الحال عندك مكانين وهو 15 يوم في محل عملك 15 يوم في بيتك الخمسة عشر يوم بمعنى أنه أنت تقيم 10 أيام فما فوق تقيم إقامة والإقامة في واقع الحال على حال كوطن صلي تمام الصوم عادي ولما ترجع لبيتك هاي سفرة واحدة لما تروح مسوي يعني سفرتين عندك بالشهر سفرتين عندك فأنت لست كثير سفر وإنما ذو محلين الصلي الصوم تمام في بيتك والصلي الصوم تمام في محل عملك ما عندك حسب تعبيرنا أنه كثرة سفر هذا يعد ذو وطنين أو ذو محلين يصلي تمام ويصوم فقط في المكانين دون غيرهما إن شاء الله واضح الأمور فالطريق يعني. يقدر أن يفطر إذا طلع قبل الظهر أحسنتم سيدنا الأخ أبو عدنان اللي هو ساكن في بغداد وعنده أراضي زراعية في النعمانية في الكوت سألت أنه مسقط راسك النعمانية تريد ترجع لها تعيش لو لا قال لا ما دام ما عنده يعني ما عنده نية أن يرجع على منطقته ويعيش فيها فقد أعرض عن وطنه ومن أعرض عن وطنه فقد أصبح ذلك الوطن عليه حال كمكان غريب فأنت تروح للأرض تصلي قصر ومصوم لأنك مسافر حتى لو بقيت ليلة أنك مسافر فتصلي قصر فيها ومصوم إذا طبعا طلعت لها الصبح أما أنت صايم وتطلع بعد الظهر تبقى على صيامك بس هناك ما تقدر تصوم يوم كامل في تلك المنطقة أحسنتم سيدنا سؤال آخر اتصال أو رسالة صوتية نسمع رسالة صوتية السلام عليكم سيدنا سيدنا عليكم السلام صوت ناس لا صلي لا صوم من شبابها لحد الآن وولدها يصيحون عليها يقولولها صلي صلي دورات حساب دورات الله وهي تقول تمالكم علاقة بيها لا تدخلون
وهي مرات بينها وبين روحها يعني تصوين، تقوم تبكي تقول أنا وراي حساب أنا وراي الله وما صلي، كل هذا ما صلي، بس هي واعية وتفتهم زين. ها شنو حكم؟ بس عيدوا لي بس بداية الرسالة الصوتية. لا عادي، عادي. بس سيدنا أنا ما سمعت بداية، عفوا. إنه ما واضح. أمهم سيدنا بيبيتي مرت. بيبيتي. شكرا جزيلا. نفس الشيء مو فرق. تفضلوا سيدنا. نفس المتصل الأول عن والدته أنه ماتت وما كانت تصلي، هذه من نفس بيبيته الله يعطيها الله يرحمها. إيه. كانت أظن على قيد الحياة قال أتوقع. كانت عانت تعاند ولا زالت تعاند. وتقعد تبكي كذا، فائدة شنو؟ وأنا أعتقد هذا السؤال يعني مر علي قبل أكثر من شهر، يجي بصمة متكررة على أنه ستواجه حسابها يوم القيامة وعنادها هذا، أولاد يقولوا له هي تعاند ما يخصكم وأنا أعرف نفسي، وبعدين تقعد تبكي ما يفيد. البكاء لا يفيد والندم لا يفيد، ولا تحين مندم يوم يعض الظالم على يديه يعض. أخ 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 ليش؟ شو الفائدة أخ؟ شو الفائدة؟ ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا. يقول له كلا كلا، كلمة هو قائلها انتهى. فعلى أي حال شو اللي أقدر أقول لأشخاص اللي هم أرادوا أن لا يكونوا عباد مطيعين لله؟ شنو اللي يخلي إنسان هو يدري هذه الأشياء واجبة عليه؟ هو النفس أخي، هو النفس وشيطانه قوي. شيطانه يخليه بعدين يلا توبين، بعدين خلي هذا. الله مو حاط باب التوبة، خلاص توبين. الله مو حاط وقت للقضاء، تقضين تقضين وتقضين وتقضين. وإذا شافت عمرها 80 سنة لا رجليها تتحرك ولا همتها كذا، وتقعد تبكي، لا فائدة من كل ذلك. أحسنتم سيدنا. اتصال آخر أو رسالة صوتية أخرى نسمع. السلام عليكم ورحمة الله. سماحة السيد. عليكم السلام. سؤالي هو عندي صديق أنا أشك بمصدر الرزق مالته، فمرات إحنا بنطلع مرات يعني واحد يشتري الثاني أو يعزم الثاني، إذا أكل من شيء هو عازمنا عليه، والعلم أنا أشك بالمصدر الرزق مالته، هل هو من حلال؟ هذا يعتبر إثم علي أم لا؟ وشكرا جزيلا. تفضل سيدنا. شنو كان سؤالي؟ سيدنا صديقه يطلع وياه مرات يعزمه ياكل من عنده شيء، فيقول انا اشك بمصدر رزقه. هذا ايضا يظهر بصمه مكرره بالنسبه لي. شوفوا اخواني، صاحبي ما ادري عمله بحرام بحلال بكذا، واشك بمصدر ماله. الانسان لابد ان يعتبر صاحب المسلم الاصل في صحه عمله، الأصل في صحة عمل المسلم، هي قاعدة عندنا. كل عمل يصدر من المسلم، كل نشاط يصدر من المسلم، هذه حسب تعبيرنا الأصل في صحته. إذا على حال كان بدا شيء أشك أن هذا مسروق لو مالته، الأصل أنه مالته. نعم. إذا قاعد بمكان أشك أنه مغصوب لو إله، أقول إله. إذا لابس ملابس حلوة وجميلة أشك أنه هذه سارقها، الأصل. شوف الأصل في عمله صحيح. اتوضى الرجال يجي قال أنا متوضي، أشك أنه وضوء باطل أو وضوء صحيح، الأصل هذا أنا أبني على صحته. هسه هو ربه، هذه أمور أخرى. فأنت ما تقدر تشك في صاحبك على أنه أمواله قد تكون حرام. قل إن شاء الله تعالى، حتى هذه نقطة ثانية، حتى لو كان أمواله حرام أنت ما مسؤول عنها، هو مسؤول عنها. حتى لو كان في واقع الحال في علم الله الواقعي أن أمواله حرام، أنت ما مسؤول عنها، أنت أكل وعليه الوزر. أحيانا سيدنا شخص كل أمواله حرام، أحيانا شخص لا، عنده مصادر حرام مصادر حلال، يفرق الأمر؟ أقسم بالله، أقسم بالله أن درهم درهم من أمالي حرام. إذا أقسم بالله درهم درهم، هذا على حال مال حرام، ما يجوز التصرف فيه. يعني متيقن تماما يعني. اي ان درهم درهم. كل شيء نعم. انه هالشكل بلي فهذا. اما اذا لا، في ماله حرام. في ماله حرام، ما ادري هذا الدرهم اللي الان صرفه الي، هذا الدرهم اللي صرفه علي، هذا نفس المال الذي هو حرام لو غيره؟ يمكن يكون غيره، فما في مشكلة. لا بأس يعني. طيب ناخذ رسالة صوتية أخرى إخواني الكرام، لو اتصال نسمعها. السلام عليكم. في
الصوت مو واضح. عندي السؤال انه من اصلي اي صلاه اصليها يصير يعني الثواب بيها، فاريد تقول لي ان يعني من الثواب بالصلاه يعني شنو ياثر هم على صلاتي لو لا ما ياثر؟ تفضل سينا. اي اكو فكره انه التثاؤب في العباده والسعال والنحنحه والعطسه ان هذه بمشاكل في العباده، لا هذه قضايا على حال خارجه عن اراده الانسان، فلا اشكال في ذلك انه الانسان يعطس بالعباده يقحقح ويسعل او يثاوب او يثاوب، بس حاول ان لما يثاوب ليس طلع كلمات مثلا او صوت مثلاً. صوت معين يثاوب مره ثانيه يكمل قراءته، لا إشكال في ذلك وعبادتك صحيحة إن شاء الله. سيدنا نصيحة توجهها للناس فيما يرتبط بأن يكونون ملتفتين ومركزين بالعبادات. إنسان يقول أنا بس أوقف أصلي يشرد ذهني مثلا، الكثير من الناس مبتلين بهذا الابتلاء، فشنو نصيحتكم حتى الإنسان يركز بعبادة؟ أسباب شرود الذهن وين حجي يعني أستاذنا؟ وين أسباب شرود الذهن وين؟ نعم. أسباب شرود الذهن تفكير في قضايا معينة، أنا هذه الأسباب شوي أخففها. يعني أكو بعض الناس لما يجي يوقف يصلي رأسا هو خلص المباريات ويجي يوقف يصلي، طبيعي صلاة راح يصير تفكير في المباريات يعني، أو عنده معاملة وجاي يتعارك في صاحبه ويحكي ويقول الله أكبر، طبيعي صلاة راح تكون شنو نفس العركة ونفس الكلام يفكر في الصلاة. أنا أنصح الأخوة لما يردون يوقفون الصلاة كذا ولو دقائق هيك دقيقتين ثلاثة يصمت ويسكت ويقعد على السجادة يسبح استغفر الله ربي أتوب استغفر الله ربي أتوب، سكوت حتى شوي يفرغ ذهنه من الضوضاء اللي موجود. الأذان والإقامة ممكن أذان وإقامة يأثر، النظر إلى التربة ويأثر، أن أنظر إلى التربة لا أنظر منها هناك وأفكر فيما أقول، هذه أعتقد من دواعي حضور الذهن وحضور القلب والخشوع إن شاء الله. هو شرود الذهن ليس من مبطلات الصلاة سيدنا، بس هو ينفي ثوابها. لا ليس، بل قل ثوابها. وعندنا رواية، احنا هم صيام ما لازم نجيب روايات من جيبنا الخاص، ولذلك إذا قلت الروايات اللي أنقلها ترى معتمد عليها المضمون. لا معتمد عليها يعني حقيقية موجودة، أنه الصلاة تقبل بمقدار إقبال قلبك، فما أقبل قلبك مقبول وما أدبر عنها قلبك شنو غير مقبول، فيعرف أنه شقيد أنت إقبال قلبي عندك الله راح يقبله، وشقيد أكو إدبار قلبي راح الله سبحانه وتعالى يرفضه، فأنت حاول أن تكون صلاتك في حضور حتى رب العالمين يقبلها من عندك. أحسنتم سماحة السيد. سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، شكر كبير لحضرتك على كل ما تفضلتم به على امتداد وقت هذه الحلقة. سلمكم الله تعالى، بارك الله بكم، الله يتقبل أعمالكم أجمعين إن شاء الله. شكر أيضا موصول لكم إخوتي الكرام أخواتي الكريمات، لا تنسونا في دعواتكم هذه الليلة العظيمة ليلة القدر إن شاء الله تعالى، تقبلوا تحياتنا، شكرا، في رعاية الله وحفظه.